الله بارك الله فيكم مع الإحاطة والمتابعة التحذيرات بتاع النادي في طيلة الفترة هذه كل منذ كنت لاخذ البطولة. بقينا ما تعرف الإكيب الجاهزية نتاعها ما كانتش في أحسن حالاتها في انطلاق الموسم في عدة عوامل، تغيير بتاع اللاعبية، تغيير الإطار، بدينا معناته في ظروف ماهيش باهية على مستوى الجاهزية بتاع الفنية والتكتيكية والبدنية الكل. زيد معاك اللي معناته الخطوة اللي عملناها خايبة في أول موسم في المقابلة الثانية، لكن تمكنا معناته تضاف الجهود بتاع الإطار الفني الكل باش نعملوا تدريبات تليق بالنادي الافريقي وتليق باللعيبه، ودزيناها من الماكسيموم بوسيبل باش يكونوا في احسن حالاتهم. وهذا كما صار في تلك المقابلات الكل، ظهر لي ابار الفوبا نتاع جندوبة المقابلات الكل ربحناها، ثم شكون ربحناها بطريقه طيبه، ثم مانيير، ثم لعبنا وربحنا، ثم ربحنا، بقينا في كل الحالات الانتصار جاب انتصار، واليوم نلقاو رواحنا معناتها في مرتبه اولى اللي تخلينا نجم نكملوا باقي المشوار ان شاء الله في ظروف احسن منك ان شاء الله. والله يا اون فافير باش نعملوا ربو 10 ايام راحه، يتخلوها ثلاثه تدريبات فرديه للعيبه حسب البرنامج الخاص بتاع كل واحد فيهم، في انتظار نعاودوا نبنيو من جديد، ومش تكون تحضيرات على مستوى اخر ان شاء الله على خاطر ماك تعرف ملي نرجعوا باش نلعبوا الديربي، وان شاء الله المجموعه معناتها تكون في احسن حالاتها من جميع النواحي ان شاء الله. بالنسبه لقاعه تقويه العضلات هي مشروع هذا كان تذكر كنا فيه ديك فوي تروازون، واول جلسه عملناها في المقر بتاعكم في اريانا، بادره طيبه بصراحه معناتها نتاع عادات وشيم نتاع فرق كبرى. بقينا ثم حوجات انا لهنا بتاتر نوجه الدعوه للاحباء المغيورين على النادي وسمتوما بصفه خاصه، ثم شويه معدات ديبارا ماتريال بيداغوجيك ينقص حبه ذلك، وكان نجمو نضاف الجهود ونستغلوه احسن استغلال باش نوظفو في تحضيرات المجموعه نتاعنا اللي مأكد بالمناسبه معناتو رغم انه افكتيف مش نقول افكتيف صغير، مش نقول فريق شاب، خاطر اللي يلعب في النادي الافريقي يستحق يلعب في الاكابر. شفت اليوم الحارس نتاع الاوسط ولا بروتيكمون لعب المقابله كله قبل البلد حسن. بقينا عندنا مجموعه طيبه ان شاء الله تكون حافز باش تعارك باش تاخذ مكانها في التشكيله، وما ننساوش لهنا معناتها ليكيب تيميك اللي عملناها من الاوسط ومن الاصغر اوباء، مجموعه طيبه من جاسه قاعدين نخدموا في كنف معناته انضباط وبعاد على الاضواء برشا برشا، وان شاء الله معناته في القريب العاجل ندعموا الفريق الاول خاصه في لي بوست كلي، مجموعه وجوالات اولاد النادي اللي هما يتحملوا مسؤوليه الشعار ويدافعوا عليه يبنوا البلد احسن ان شاء الله.